بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه بعض الأسطر عن كتاب يحمل عنوان كتاب الرسالة في الإثبات وجود أهل السماء سكان الفضاء. فصل في ذكر المهدي. روى نعيم ابن حماد: تفرح بظهوره أهل السماء وأهل الأرض، أي سكان الفضاء وسكان الأرض. وفي رواية أبي داود: تفرح بظهوره ساكنة السماء وساكنة الأرض، أو كما قال، وهذا اللفظ أقرب إلى المصطلح الذي نستعمله للتعبير عن الفضائيين والمخلوقات الفضائية، وهو ساكنة السماء أي سكان الفضاء. فسبحان الله، هذا دليل صارخ على وجودهم. فلماذا الإنكار والعناد من البعض؟ فقد يكفر المرء بشيء ثبت في القرآن والسنة ويكذب به لأن قلبه وعقله لا يقبل هذه الأدلة الشرعية بسبب الحرب الوقائية التي قام بها الغرب وخصوصا هوليود بتصوير أفلام تسميها الخيال العلمي، وهي حقيقة كائنة موجودة أوجدها الله عز وجل، ويسفهون كل من يخوض في مثل هكذا حديث، فينعت الذي ينافح ويدافع عن حقيقة وجود سكان الفضاء والبحار السبع والعمالقة والأقزام والديناصورات والتنانين والاستنساخ والتقمص والسفر عبر بوابات السماء لاتيليبورتاسيون ومخاطبة الضمير أي الوسواس والإيحاء لاتيليباتي والتهجين بين الإنس والجن وبين الجن والإنس والحيوانات وغيره ذلك من أمة القطرب والسعالة وأمة الرجل الوطواط والدراكونيون، بأن كل هذه الأمور من السينما لا أصل لها في الكون، وبأن القرآن والأحاديث النبوية التي تتحدث عن هذه الأمم وعن هذه الأمور مجرد أساطير وخرافة، وأن الإسلام دين خرافات وأساطير. فعليهم من الله عز وجل خالق كل شيء، والذي خلق ما لا تعلمون، ما يستحقون، لأنهم جعلوا من الباطل حقا. والمصيبة أن خلق كثير من المسلمين يتبعونهم في هذا، ولو دخلوا جحر ضب لدخلوه، والله المستعان. أخي العزيز، أختي العزيزة، بعدما سمعت ورأيت من صور وأفلام وأشرطة علمية وتاريخية وعن الحقيقة والخيال والمصدوق والمكذوب والطبيعة وما وراء الطبيعة وما كان وما هو كائن من النبوءات الثابتة في الكتاب والسنة وأسفار التوراة ونصوص الإنجيل ومن أخبار الأمم الأخرى التي لهم أديان حرفت وأنبياء عبدت وحقائق حولوها إلى أساطير، تشكلت في ذهني أنا العبد الضعيف صورة عن ماهية هذا الكون والكائنات التي أودعها الله تعالى فيه. فأردت بهذا الكتاب أن أشاطركم تصوري للأشياء كما سأعرضها، وأنا في الحقيقة أعرض فكرة ورأيي ولا ألزم به، فالعلم عند الله. وأعود وأقول أنني قد أرجع عن هذا الذي أظنه لو وجدت ما هو أبلج في الإقناع دليلا. فأنا بكلامي هذا لا أريد الإشارة إلى بعض المسائل، ولا أريد أن أعاند وأجادل أحد. كل ما أرجوه هو إثراء النقاش في مثل هذه المواضيع، والله المستعان. والقرآن أخي الكريم، أختي الكريمة، نزل على سبعة أحرف، فقد يفهم من المفردات الواحدة سبعة أفهام أو أكثر، وقد يريد الله ذلك كله. فمن إعجاز القرآن أنه يحكي قصة كاملة في بعض أسطر ولا يفوت شيئا من أحداثها، وكذا في السنة النبوية، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم، والله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب.